لم ينتهي القادة الأوروبيون من طي صفحة خلافات عاصفة أفضت في النهاية إلى فتح باب مفاوضات العضوية الأوروبية لأوكرانيا، حتى استأنفوا في اليوم الثاني من قمتهم في بروكسل انقساماتهم وتبادل اللوم والاتهامات بموقف هزيل إزاء الحرب في غزة كلف الاتحاد الأوروبي سمعته ومصداقيته، بحسب إيرلندا التي تقدمت مجموعة دول ضاغطة من أجل موقف أوروبي حازم كإسبانيا وبلجيكا وهولندا ومالطا في مواجهة ألمانيا والنمسا وإيطاليا، الداعمة لما تقول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. الأمر الذي ردت فيه إيرلندا على تصريحات إسرائيلية نارية بمواصلة الحرب بأي ثمن. أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو مخطئ في تصريحاته هذه، إن كل ما يحدث يتوقف على المجتمع الدولي وعلى موقف الولايات المتحدة، وأنا أشجع بعض الخطوات التي اتخذها الرئيس بايدن في الأسابيع الأخيرة، ولكن أيضا الرأي العام في إسرائيل لا يدعم نتنياهو في الوقت الحالي. سأدفع هنا في اتجاه الحوار مع الاتحاد الأوروبي الذي يدين الإرهاب وأعمال حماس، ولكنه يدعو بشكل لا لبس فيه إلى وقف إطلاق النار. ودعت القمة في بيانها الختامي إلى هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس ليتسنى دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأبدت دعمها وتبنيها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تحقيق ذلك، سيما وأن القطاع يعاني من كارثة إنسانية تلوح في الأفق على ضوء تقديرات بحاجة المدنيين لمئة شاحنة من المعونات والمواد الغذائية على أقل تقدير جراء الحرب والحصار الإسرائيلي. إن الصراع في إسرائيل وفلسطين يبعث برسالة واضحة للغاية، مفادها أنه ينبغي وضع حد للقتل غير الضروري للمدنيين، ووقف إطلاق النار ضروري بذلك، لأنه أفضل وسيلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن. الإفراج الفوري عن كافة الرهائن دون أي شروط مسبقة شكل إذن أولوية أوروبية أخرى، إلى جانب التعاون مع دول المنطقة لحماية المدنيين مع الإبقاء على الثوابت الأوروبية بإدانة حركة حماس بأشد العبارات وفق ما جاء في أوراق القمة. الموقف الأوروبي ظل بذلك يتأرجح بين شد وجذب على وقع خلافات وانقسامات بين دول داعمة لإسرائيل وأخرى أقل حماسا تقودها إسبانيا. أما الجانب الإنساني في معاناة المدنيين الفلسطينيين فظل كما كان أولوية أوروبية. كريم بغساني، اليوم، بروكسل.